دايما في شخصيات كده بنتكلم معاها واحنا مستريحين لما نحاول يعني نتعامل مع اي منطقه داخليه على الوضع السياسي والاقتصادي المشهد الدولي بكل تفاصيله. ضفنا من هذه الشخصيات دكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي الكبير وصاحب طبعا الخبره الدوليه الواسعه. ضفنا النهارده في الحياه اليوم، برحب بحضرتك معنا يا دكتور مصطفى. اهلا وسهلا دكتور مصطفى. طبعا الوضع دلوقتي اليومين دول الناس قلقانة والناس مشدودة، خاصة لما بنتكلم على الملف الاقتصادي، لأن ده اللي ضاغط على أعصاب الناس. وحضرتك طبعا متابع الكلام عن الحكومة، أدائها، المفاوضات مع الصندوق، ده الحل الأخير ولا كان في حلول تانية وما قمناش بيها؟ إيه تقييمك للوضع الاقتصادي وأداء متخذ القرار في الملف ده؟ الحقيقة الدولة رئيسا وحكومة وشعبا بتدفع فاتورة وضع مصر التاريخي. طول عمرها بلد لا يراد له أن يحلق ولا يمكن قبول سقوطه أيضا. ناس كثيرة مش واخدة بالهم من الحكاية دي، ولذلك حتى مصر عندها كده اقتصاد خفي اللي هو اقتصاد غير المنظور يخليها واقفة على رجليها حتى في ظل أكثر اللحظات صعوبة. الدولار يطلع الدولار ينزل، أهي الناس عايشة مهما كان، مفيش حالة انهيار تحصل، البلد عصية على السقوط. إنما كان ممكن تفرح في الأجل القصير وتتعب على المدى الطويل. أصل ترحيل المشاكل مش مشكلة، يعني أنت تهادن ده وترضي ده، ترضي الأمريكان وتعتذر للأتراك وتصاحب، ممكن، بس ده على حساب حاجات كتيرة جاية في المستقبل. يعني لازم ندرك أن كل ما بتزداد الصعاب علينا كل ما احنا ماشيين في الطريق الصح. إنما بقي علينا كشعب حاجة تانية، أن احنا شعب غير منتج، لابد أن قضية الإنتاج يتفرغ لها الشباب المصري. انتاج صناعي، انتاج زراعي، الخدمات، العناية بالحياة في مصر، في حاجات كتيرة جدا ناس ما بتعملش حاجة. يعني الواحد بيشوف شعوب تانية قد كده مركزة على العمل والانتاج والبناء، والأمر عندنا مختلف تماما، مركزين على الصرصرة والانتقاد وفكرة الفهلاوة والتهليب. ما عندناش أبدا الإحساس بقيمة مصر. ما فيش هيبني الشعب المصري ولا الدولة المصرية إلا الشعب المصري، هو ده اللي يبنيها، محدش تاني. لا إعانات عربية ولا قروض أجنبية، دي حاجات كلها بتعديك بس كده، بتزوق أجزاء صغيرة، لكن على المدى الطويل دولة مستقرة قوية حديثة محتاجة لأبنائها. طيب ده بالنسبة لفكرة الإنتاج، القيمة دي وإنها تكون موجودة عند المواطن بالزبط. لكن فكرة اتخاذ القرارات الصعبة أو الإجراءات المؤلمة، وهل اللي بيدفع الفاتورة المواطن البسيط ولا العدالة في توزيع العبء؟ ده شيء يعني مش شايفينه طبعا بيتحقق. العدالة مطلوبة. يعني حتى متذكر الأيام الرئيس الأسبق مبارك كنا دايما في مفاوضات صندوق النقد الدولي كان معني جدا بحاجة اسمها البعد الاجتماعي. يقول لك والله أنا مش عايز أضع، صحيح قد تكون هذه الحلول اقتصاديا ومن الناحية العلمية صحيحة، ولكنها سوف تضع أعباء على كاهل طبقات فقيرة هي بالفعل عليها ضغوط، فلا أزيد هذه الضغوط، يستحيل أن نعمل كده. وأظن يناير 77 أكبر مثال على هذا، لما جه الدكتور القيسوني وهو من هو في الاقتصاد من الناحية العملية حتى، وزود قرش وقرشين على بعض السلع الأساسية وخرجت مصر عن بكرة أبيها، واضطر رئيس السادات انه يلغي هذا ويرحل المشكله تماما. عشان كده ده اللي خلى الرئيس في كلمته من ايام قال انا هاخد قرارات محدش غيري قدر ان هو ياخدها قبل كده. فهل الرئيس يعني هيتحمل الثمن ده سياسيا؟ ما هو شوفي، عايز تبقى تعمل شعبيه وتداهن الناس وترحل المشكلات وتقعد ترقع ممكن وتعدي مدتك، انما عايز تحل حلول جراحيه حقيقيه، لا، الموضوع مختلف في الحاله دي. لابد ان تواجه المشكله مواجهه حقيقيه كامله من الاصول لها. وخلال 30 سنه اللي فاتت مش متوازن. خلال 30 سنه اللي فاتت ما واجهناش، ما وقفناش قدام المسائل دي، وكنا برضو بنمشي الامور. اولا جزء كبير جدا من المشاكل اللي انت فيها سببه الخمس سنين الاخرانيه. بعد 2011 حصلت يعني كثير من الاضطرابات والاعتصامات، وده انت صرفت على الامن لوحده وعلى الاستفتاءات والانتخابات وعلى توقف الانتاج مبالغ طائله. الاحتياطي بتاعك ضاع كله، جزء كبير جدا منه، فأدى إلى ما نحن عليه. وبعدين بعد ما جماعة إخوان المسلمين أزيلت مطوقاك من الخليج بضرب عملية تحويل المصريين لأموالهم في الخارج، في أوروبا بالتدخل في السياسة البريطانية عن خلال جماعات ضغط معينة لتصوير مصر دولة
معادية لحقوق الإنسان ودولة إنقلابية. لا، المسألة مش سهلة، دخلت عليك في ال5 سنين الأخرانية عوامل خانقة لم تكن موجودة في عصر الرئيس مبارك. ولذلك عصر الرئيس مبارك الأسبق عمل معدل نمو 7%، لكن كان لا يصل إلى الطبقات الفقيرة. فقراء مصر مش عاروش بيه فخرجوا في الميدان. أي. إنما عجلة الإنتاج كانت موجودة، وكان في حد أدنى من الإعمار والبناء. يعني أنا ضد فكرة إن أنا كل ما أعدي مرحلة أقول دي كانت سوداء واللي جاي هو اللي بيضاء، مش مظبوط. يعني مصر لم تولد في 23 يوليو 52 ولم تولد في 25 يناير 2011. نو، مش صحيح. طب أنا كده أفهم من حضرتك بتدافع عن الحكومة إنها يعني مضطرة، إنها في وضع اقتصادي صعب دوليا وداخليا. مش على الحكومة، عن مش عن أداء الحكومة. أيوه. الفرق. إنما عن سياسات الرئيس، إنه هو يريد أن يقتحم المشاكل بشكل واضح ومباشر دون تفريط في قيمة مصر ومكانتها. هل مصر الآن تعيش نفس فترة الخضوع للولايات المتحدة الأمريكية كما كانت من قبل؟ لا. هل مصر الآن تسعى لإرضاء الخليج العربي ودوله بأي ثمن؟ لا. هناك ضوابط للسياسة المصرية تعود بها إلى حد كبير إلى عصر فيه استقلالية القرار المصري. دي مسألة عانينا منها كثيرا، كانت كلمة لا مستعصية علينا في تاريخنا في ال50 سنة الأخرانية. محدش متصور إن يقدر يقول لا لواشنطن، محدش يقدر يقول لأوروبا لا، محدش يقدر يستأذن أشقائه في الخليج العربي إن ده مش ممكن. هذا الأمر بيحاوله الرئيس الحالي. طيب اللي بيفصل ما بين يعني الملف الداخلي والملف الخارجي وبيركز أكتر، يعني يقول لك برضو دي العقبة أو المشكلة الأبرز دلوقتي، وإنه ما نقدرش نفصل الحكومة وأدائها عن سياسة الرئيس، أداء الرئيس المفترض أنها منفذة لهذه السياسة وهذه الرؤية. فشايف إن ده واقع فعلا؟ يعني قد يكون أداء الحكومة في بعض نقاطها ليس على المستوى المطلوب. عندنا مشكلة كبيرة لازم نواجه نفسنا بها، قضية اختيار القيادات والوزراء من القيادات. لازم أركز على فكرة رؤية الوزير، درجة تسيس الوزير، يعني فهمه لدوره الذي يفعله. تمام. الوزير مش مجرد مسؤول فني بيشتغل في التفاصيل من خلال نظرة ضيقة، فلا يرى الأفق المحيط به ولا البيئة السياسية التي يعيش فيها. الوزير كان زمان قبل الثورة في الفترة الليبرالية اللي احنا بنسميها من سنة 23 أو 22 ل 52، وزير الصحة ممكن يبقى لسان حقوق، وزير المواصلات ممكن يبقى وزير لسان حقوق أيضا أو آداب أو أي غيره. ليه؟ لأنه سياسي كنت متركز على فكرة السياسة. والعالم كله كان بيعمل كده، ماكنامارا كان وزير دفاع أمريكا وماسك البنك الدولي. فيه شفت كتير في العالم، الأصل هو رؤية الشخص، قدرته على إدارة الملف الذي يحوزه، مش على مدى تقنية وفنية التفاصيل التي يعرفها. دي سيبيها للناس اللي تحت. إنما أجيب وزير عنده رؤية. أنا بشوف إنه ساعات الاختيار المجرد إن أنا بدور على راجل يكون نزيه ونظيف اليد وليس عليه شائبة، ولكن أنا مش عارف البعد السياسي لدي، دي قضية أخرى. رؤيته، تربيته السياسية، مدى فهمه للعلاقة بين الداخل والخارج، مدى فهمه لتأثير القرار على الطبقات المختلفة، مدى استيعابه للمرحلة التي تمر بها مصر، دي أساسيات ما حدش يقدر يفكر فيها. طيب خلينا نكمل في الجزئية دي وفي الملف الاقتصادي دكتور مصطفى، لكن بعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم وحوارنا مع دكتور مصطفى الفقي ضيفنا النهاردة في الحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم معانا مره تانية، بجد تحياتي لدكتور مصطفى الفقي اللي مشرفنا النهارده في الحياه اليوم، وحديثنا مازال مستمر بخصوص الوضع الاقتصادي في البلد، الازمه الخانقه، ارتفاع الاسعار، الدولار، طبيعه القرارات الاقتصاديه المنتظره ومدى توافقها مع صندوق النقد الدولي، وهل هتأثر على المواطن البسيط وهو اللي هيدفع الفاتوره ولا لا. قبل الفاصل وقفنا دكتور مصطفى على مساله الحكومه، اختيار الحكومة، المجموعة الاقتصادية، هل الخبرة متوفرة ولا لا، انها تكون او يكون الوزير سياسي اكثر منه فني او مجرد موظف. اطلع من المسألة دي ازاي؟ يعني ازاي اصلح ده؟ يعني حتى احنا ملاحظين ان في توتر دلوقتي ما بين مثلا البرلمان وما بين احد اعضاء الحكومة على سبيل المثال في ادارة برضو الملف الاقتصادي. شوف حضرتك، مصر بلد غنية بالكفاءات،
ولديها في كل الفروع والتخصصات شخصيات بارزة على المستوى الدولي. يجب أن نبحث عن هؤلاء. بعضهم هيستجيب وبعضهم لا. يعني أنا عندي محمود محي الدين في البنك الدولي، يجب أن يدعى ليعمل، قد يقبل وقد لا يقبل. أنا لازم أشيل نظرية الإقصاء من ذهني، كل من ليس عليه جرم حقيقي يجب أن أتعامل معه، لأنه ابن مصر في النهاية. أنا عشت في الهند وشفت الهند تجيب الأفضل أيا كان دينه ولا المكان اللي فيه أو لونه السياسي. إنما تعالى وخصوصا الاقتصاد، الاقتصاد ممكن يجيلك واحد نابه يشد البلد كلها قدام. الاقتصاد علم هو مزيج من علوم كثيرة في وقت واحد. هو عايز عقلية رياضية فيها ماثيماتكس، وعايز عقلية قانونية، وعقلية سياسية، وعقلية اجتماعية، وفيها دراسات سلوكية وعلم نفس. قليل اللي تلاقي عنده الخلطة دي، يوم ما تلاقيه تجيبيه. مش مهم بالظبط ايه لونه السياسي او ايه موقفه، تعالى دي بلدك. الدنيا هتقوم عليك، استعنت بحد من النظام السابق. لا، احنا استعنا برضو بناس من النظام السابق في حاجات، ده عملية انتقائية بس مش عايزين نتكلم. لا لا، وفي العلوم البحتة دي انا استعين. انا عايزه عشان خبراته الفنية. يعني اقول لك انا حاجة، يوسف بطرس غالي قد لا يرضى البعض عن توجهاته السياسية، غربي اكتر، يميل الى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما يميلش قوي الاقتصاديات العربية ولا الافريقية ولا الاسلامية ولا يؤمنش بيها. انما بالتأكيد لما مسك ملف المالية وعمل عملية تحصيل في الضرائب وارتفعت المحصلة بشكل ملفت، لابد أن يشير هذا إلى وزير نابه، بدليل وزراء مالية العالم اختاروه في وظيفة دولية كبيرة من قبل، في معترف به في دول كتيرة جدا، لازم استعين به. طيب، فاتورة الإصلاح بيتحملها الفقراء؟ يعني أرجع للفكرة دي، لأنه حضرتك لما أشرت للضرائب دلوقتي يقول لك لا، إحنا مش أنا مش عايز ضريبة واحدة، أنا عايز ضريبة تصاعدية، عايز الغني هو اللي يشيل الشيلة أكتر دلوقتي. هذا ما يجب. وعلى فكرة في كتير من رجال الأعمال والأغنياء بيطالبوا بهذا عشان يستريح هو كمان، لأنه لا سعادة لغني في مجتمع يعاني فيه الفقراء. طب أمال إيه المنع لا من سعادة له؟ المشكلة أن أنت عايزة تشريع. يعني فكرة الملكية لا تمس، ما حدش يقدر يقول له روح حد أنت تملك ده هاخده. يعني عمليات التأميم والتمصير بتاعت زمان دي ما حدش يقدر يقبلها في هذا العصر. إنما أجي أقول له الشرائح العليا من الدخل عليها ضريبة تصل إلى 50 و60%، في دول كده، أمريكا كده. أنا ما أسمكش في الألف الأولانية وأسيب لك الألف الثانية، في الألف الثالثة عايز كذا، في الألف الرابعة هزود، في الألف الخامسة هزود، لما نوصل لمية هزود. الضرائب التصاعدية ده أيام 23 يوليو في قوة سياسية طالبت بفرض الضرائب التصاعدية بديلا لقانون الإصلاح الزراعي، وقالوا ده هيفتت الملكية ويضر الاقتصاد المصري. في أصوات ارتفعت بذلك وموجودة كلها مسجلة. فأنا عايز أقول الضريبة التصاعدية أمر كان يمكن أن يصلح من شأن المجتمع المصري، يشيل الإعوجاج اللي فيه، يشيل التفاوت. طيب، قرض الصندوق ده الحل الأخير ولا كان مفترض يبقى فيه شغل تاني بيحصل؟ يقول لك طيب ما أنتوا خدتوا قبل كده منح ومساعدات وقروض من دول عربية ودول الخليج، عملنا بيها إيه؟ وطبعا قرض الصندوق يختلف انه بمثابه شهاده لامكانيه علاج الاقتصاد المصري، ما هوش واقع يعني هيتعافى يوما ما، بدليل ان انا هو داخل وبديله كويس امام المانحين الاخرين. وكاله المانحين كتير الائتماني قالت كده النهارده، قالت انها شهاده يعني جداره ائتمانيه لمصر، جداره ائتمانيه لمصر. اتنين، هيتدخل في برنامج اصلاح. وعلى فكره يعني يؤسفني ان انا اقول حاجه عن مصر، جزء كبير جدا من التغيير الى الافضل تم برقابة جهة أجنبية في تاريخنا كله. تصوري بقى. يعني دايما بتحتاجي لعين من بره تبقى معاك تقول لك هو كده، أنت ماشي كده صح، كده غلط. مش معناها دي ضد الوطنية ولا ضد كفاءة المصريين، لكن مصر طول عمرها بنت أكبر مشروعاتها بمعونة فنية أجنبية. طب هقطع حضرتك، دكتور جودة عبد الخالق كان معايا من حوالي اسبوع 10 ايام وقال كل تجاربنا مع الصندوق وجاب دراسه كده ووفقا لسوابقنا كلها فاشله، واستشهد باللي حصل في 91، قال يعني كلها جابتنا ورا. ده وارد، بس انا ما عنديش حل، هو دواء مر. انا كنت مع الدكتور جودة في لندن من اسبوعين ثلاثه. طيب اكيد اتناقشتوا في ده بقى. لا هو من يعني هو من ألمع اساسيتها من ألمع اساسيتها الاقتصاد المصري. لانه راجل فاهم معنى العداله الاجتماعيه والبعد الاجتماعي في تفكيره. ولما كان وزير تموين حاول ان يضرب
الفساد وأن يتجه لحماية الطبقات الفقيرة بأي شكل من الأشكال. إنما أنا ما عنديش بديل دلوقت، أنا محاصر من قوى كثيرة في العالم، علي ضغوط خانقة، ده كل يوم يطلعوا علي خبر وأكذوبة، الحق الرئيس المصري بيشتري 4 طائرات خاصة للرئاسة، ما ده معقول؟ وفي حد يلاقي حاجة؟ ده موضوعات تانية خالص بيفهموها غلط. ألا مصر بتشتري أسلحة ليه؟ لأن هو ده برستيجي في المنطقة، هي دي قيمتي، أنا أحد ال10 جيوش الكبرى في العالم، لو ما عنديش جيش دلوقتي هيحصل فيه حاجات كتيرة جدا. بس هو مش مجرد برستيج أو وجاهة، يعني ده مش وجاهة، ده للتوظيف أو للردع، يعني لا الردع، أي الردع. يعني يقول لك إيه دايما؟ دايما التسليح أعلى درجات انتفاء الحرب عند الأطراف الثانية. اعرف، ورسالة للكل، اللي جاري واللي بعيد عني واللي في أفريقيا واللي هنا وهنا، كله عارف إن أنا إيدي طايلة، لكن مش هستخدم هذا أبدا في حرب غير مبررة إلا إذا اضطررت إلى ذلك ذات يوم، وقد لا أضطر إن شاء الله. إنما الجيش القوي مسألة مهمة جدا لحماية اللقمة التي يتناولها المصري في النهاية. طيب من باب التشكيك برضو والشائعات والكلام ده، التشكيك في جدوى المشروعات القومية اللي شغال عليها الدولة، إيه الجدوى؟ إيه الطائل من وراها؟ هما الناس كثيرة شايفة أن دي مشروعات كبيرة والعائد عليها بعد مدى طويل، يعني يقول لك إيه حين النهاردة وموتني بكرة، أنت هتعمل لأجل الأجيال القادمة؟ ده أنا خلاص هخلص مش عارف أعيش. الدولة لازم توازن في هذه الحالة بين مشروعات سريعة العائد على الطبقات المحدودة والفقيرة ومشروعات أخرى تحتاج. أنا كنت النهاردة قاعد مع الدكتور الجنزوري، وده بالنسبة لنا أخ كبير، ومع مجموعة من الوزراء بنقعد عنده كل يوم، وهو رجل يحب الرئيس ويحب نظامه جدا ويدعمه. تمام. بيطرح أفكار إن أنت لابد تزرع بسرعة 500,000 فدان الأولانيين دول، مش عارف فول ونباتات حاجات زيتية، عشان توفر الوجبة الأساسية للفقراء. دي حاجات ملحة، هو ده الانتاج الزراعي. أيوه. احنا برضو اهملنا الزراعة اهمال شديد جدا جدا، تناولنا الملف ده تناول كده فلكلوري، يعني هو القطن طوارئ في كل شيء كان له سبب، انا ما اعرفش، مانيش خبير زراعي، انما بالتأكيد سياستنا الزراعية محتاجة الى كثير من العناية في هذه المرحلة. يعني حتى يأكل الناس. طيب يبقى احنا بنتكلم على فكرة التوازن ما بين مشروعات تبقى فيها عائد بعيدة المدى الأجيال اللي جاية. أيوة. ومردود هيكون مشروعات تانية البنائية طويلة بعيدة، لكن في حاجات لازم تشوفني بيها بسرعة. طب ده متحقق بقى؟ يعني في حاجات مثلا يقول لك الرئيس حتى في اخر كلام برضو لي اتكلم على مليون ونص فدان، اتكلم على قناه السويس، اتكلم على الاسكان الاجتماعي، اتكلم على شبكه الطرق، يعني حاجات كتيره. طبعا حاول يوفر 150,000 شقه في مده قصيره، ما هي دي برضو احتياجات عاجله للناس. لا في مشروعات عاجله، يعني الفكره دي. انما اصل المشكله ان احتياجات مصر كتيره والفقر متراكم في مصر، لان ليا صديق عنده شركه صغيره بتاعت صانعه ملابس اسمه هاني الشامي. بتعمل له دعايه يعني؟ لا مش دعايه، لا ده طيب. ده في المحل، ما هو مش ناقص دعايه. المهم جايه له موظفه ما عنده، بتقول له انا عايزه سلفه. هو بيديهم حاجات، هو خير جدا كويس. فواحد قال له لا والنبي يا فندم ما تديهاش، ده انا شفتها اول امبارح بتاكل سندوتش جبنه رومي. ده حدث ده. كيف الفقر بقى في مصر؟ يا حول الله. والست اللي كانت في الصعيد اللي قالت لبنتها روحي انا بسجل في التلفزيون خشي تعشي، قالت لا ده مش دوري النهارده يا ماما، ده دور اختي. لا الفقر في مصر شديد، احنا بنتعشى وبناكل وعايشين. انا كنت لسه وانا بقدم حضرتك الولد 13 سنه. شفته ده اللي راح عشان يعالج اخوه. ما انا كنت بتفرج عليك جوه في الاستراحه، حاجه يعني مؤلمه مؤلمه. يعني الواحد قلبه يوجعه، وشوفي الطلاينه اللي هم يعني شعب فرفوش وبتاع، قلبهم وجعهم على حاجه زي دي. واحنا هنيجي دلوقتي بس نقول هو فين الواد ده ما قدملناش طلب؟ لا القضيه مش حلول فرديه. اللي بيغيظني ساعات ان احنا نقول تقرر علاج فلان على الدوله. طب لما توصل بس للاعلام، لا اعمل لي حلول جذريه للرعايه الصحيه. انا كنت بروح الهند اشوف المستشفى شكلها متواضع فقير، مفيش فخفخه، مفيش اوضه مدير بالرخام، مفيش اضواء ونجف وكلام من ده، انما رعايه صحيه على المستوى الاوروبي. روح يقول انديان انستيتيوت اللي هو المركز الطبي الكبير في الهند، حاجات ضخمه. احنا هنا بنعنى بالشكل على حساب الموضوع، زي التعليم يقول لك هنبني 5,000 مدرسه، هنجيب 20,000 مدرس. طب وبعدين البروسيس نفسها، العمليه التعليميه، فلسفه العمليه التعليميه مفتقده مش موجوده. ما انتش عارف ازاي تدخل على هذا الذهن الصغير لتشكله لبناء هذا الوطن.
ما انتش عارف. يا تحشده بالمعلومات وتشيله شنطه تقيله وتدفع اهله مصاريف وتخليه طول النهار في دروسه الخصوصيه ويطلع برضه مش نافع. يعني هل ده معقول؟ انت محتاج لرجال مخلصين يقعدوا يفكروا بطريقه افضل لمستقبل هذا البلد. واظن الرئيس معني بهذا، بس لازم الناس تساعده. طب على ذكر النقطه دي، ليه الرئيس كذا مره يعني قرر انه الناس لازم تعرف، لازم يكون في تواصل، الرأي العام لازم يكون حاضر في كل حاجة، بيوجه كلامه للحكومة والأعضاء الحكومة بأهمية الشفافية وتوضيح كل الأمور علشان برضو المساحة الرمادية دي ما تكونش موجودة. حتى حضرتك بتتكلم فيه فكرة أداء إخفاق، محتاجين إيه سياسة عامة للدولة، برضو نكون حاضرين ومشاركين في المسألة. ألا يحسب هذا له؟ يحسب له مش عليه. إن أنا عايز يبقى كل الناس عارفاني بعمل إيه، وما فيش في إيدي حل تاني غير كده، وبيقعد يقول كذا وكذا وكذا. يعني درجة الشفافية هي من أفضل مظاهر الحوكمة اللي هي الحكم الرشيد دلوقتي في كل كتب نظم الحكومات، إنك أنت تواجه الناس بالحقيقة. طب هو شهر خمس الدعم مرة من فترة محدش زعل، اللي كان أبو قرش بيطلع في الشارع ويعمل مشكلات زمان في 77، المواطن تغير، عرف إن في مشكلات حقيقية لابد أن يواجهها، وإن لم يواجهها اليوم سوف يستحيل عليه مواجهتها غلدا. على فكره جزء كبير جدا من مشكلتنا دي كان من 30 سنه يتحل اسهل، ومن 40 سنه يتحل اسهل. بس احنا ساعات اخترنا الطرق السهله. ارضاء الناس، الديماجوجيه السياسيه اللي هي البحث عن شعبيه بغض النظر عما يمكن ان يدفعه الناس. ما زي قضيه الكاريزما. انت عارف الكاريزما ده عباره عن ايه؟ نور مبهر يعمي الابصار، يجنن الناس. زعيم له كاريزماتيك مجنونين بيه، كويس؟ ثم يختفي الزعيم ويدفع الناس الفاتوره. القضيه الان اختلفت في العالم كله. طيب فكره الكاريزما او الشعبيه، لك شعبيه الرئيس ما بقتش زي الاول. لازم تنزل. لان اولا في البدايه ده كان زي هاني مون، شهر عسل لضابط شاب استطاع ان يرفع حجره من عن كاهل الشعب المصري ويستجيب لنداءات 30 يونيو بحركه 3 يوليو. كانت امر ثاني. ثانيا ما كانش لسه واجه المشكلات بهذا الحجم واقتحمها، خلاص. ثالثا ما كانش اشقائنا في الاخوان المسلمين اللي هم ابناء هذا الوطن بداوا هذه الحلقه المحكمه لخنق البلد، اما بالارهاب في بعض المناطق او بالضغط الاقتصادي والحرب الاقتصاديه. هم عايزين يسقطوه بحرب اقتصاديه. يعني ما انتش قادر تواجه الجيش المصري في حتى في حملات الارهاب او الى اخره، خلاص اخنقه اقتصاديا. هو مشكله الدولار دي معموله ليه؟ ايقاف تحويلات المصريين من الخارج بالقنوات الشرعيه من خلال البنوك. اذا فقر البنك المركزي والبنوك الحكوميه والبنوك العامه من هذه العمله الهامه والحيويه، العمله الصعبه، كويس؟ تشح فترتفع قيمتها امام الجنيه المصري، فترتفع الاسعار، فيستشيط الناس غضبا وتهبط شعبيه الحاكم لمواجهته. حتى لا يعاد انتخابه في 2018 أو محاولة إزاحته عن طريق الشعب. مخطط جهنمي. ما عارفش قلوبهم فين. بتحملوا الإخوان مسؤولية كل حاجة. بتحملوا الإخوان مسؤولية كل حاجة. لا. لا، الإخوان طلعوا أكبر بكتير مما كنا فاكرين. ما تبصيش الإخوان في مصر، تنظيمهم الدولي كبير. شوفي الأتراك بيفكروا إزاي. شوفي بعض أشقائنا في الخليج، مش عايز أسمي دولة معينة بتعمل إيه. شوفي مواقف زي موقف البريطاني تجاهنا شكله ايه؟ موقف بريطاني يعني بيرحب بالاخوان وبيعتبرهم خلاص يعني فصيل سياسي عادي. انا مش ضد كده، بس انت لا ترى ما يحدث؟ لو حد قالك ان الارهاب في سيناء ملوش علاقه بالاخوان، هو انا اللي قلت كده؟ طيب ولا محمد البلتاجي؟ خلينا نرجع للمنطقة. اللي قال يتوقف الرئيس السيسي عما يفعله، يتوقف العمل في الحال في سيناء. دي مش علاقة ارتباط ولا أنا مألفها؟ طيب المنطقة دي هنرجع نتكلم فيها، لكن أرجع لشعبية الرئيس. هل الصعوبات اللي بيواجهها توصل لدرجة أن يبقى فيه دعوات بتطالب منعه للترشح لولاية تانية وتشكيل مجلس رئاسي والكلام ده كله، في مقابل دعوات تانية بتتكلم على نمد فترة الولاية لثمان سنين؟ يعني بصي، أنا لا موافق على دي ولا على دي. الرئيس له مدة 4 سنوات ويدخل الانتخابات العامة مع من ينافسه. وأعتقد أنه رغم كل اللي احنا شايفينه سوف يتمكن من الحصول على فترة تانية. ما دام
الطريق واضح انه طريق ما فيهوش عارفه ما فيش حاكم فاسد او متآمر او عميل. الشعب ليس لديه بديل لذلك، يجب ان يمضي وراءه في ظل الظروف المعقده والصعبه. بالعكس كل ما تزداد الظروف صعوبه ليه دايما ما فيش بديل؟ ما فيش بديل يعني لا ما كانش عندك تربيه سياسيه، واقولها لك بلانتلي كمان، عندك احزاب سياسيه متهالكه وضعيفه. حتى الحزب الوحيد اللي كان فيه الامل، والقناه هنا ما تزعلش مني، اللي هو حزب الوفد، لم يتمكن حتى الان من ان يقود الامه كتيار. انا شخصيا انضميت لحزب الوفد وكنت فرحان بيه، والاخ سيد البدوي صديق ورحب بيا جدا الحقيقه، لازم اعترف بهذا، وكان لطيفا. لكن الحزب ضعف زي كل الحياه الحزبيه، لان ما كانش في حد بمهد لهذه الاحزاب ان تنمو. الاصل في الحزب السياسي انه مدرسه لتربيه الكوادر، لم يحدث هذا في معظم الاحزاب. ما عندكش غير حزب واحد في التاريخ كله اللي هو حزب الوفد من 22 ل 52 او من 19 ل 52، هو ده الحزب الوحيد اللي صعد من القاعده للقمه، فالامل فيه. طب هل الفرصه ما زالت موجوده في البرلمان دلوقتي بتشكيلته بالتركيبه الموجوده، يعني انه يكون في كفاءات، يكون في شغل، يكون في حاله حراك ما بين البرلمان وما بين الحكومه؟ انت عندك حزب كما عندك برلمان كما قلت عده مرات يمثل فئات المجتمع، ولكن لا يمثل اتجاهات سياسيه في المجتمع. ما فيش، انما فيه الاقباط، فيه المراه، فيه ذوي الاحتياجات الخاصه، فيه الشباب، فيه الفلاحين، فيه حتى من غير نص قانوني، لكن فيه موجودين. انما ما عندكيش تيار يساري واضح، ما عندكيش تيار يميني واضح، ما عندكيش حتى تيار ديني مؤثر، لا. بغض النظر مش ضروري يكون اخوان. ما بين الاخوان والبرلمان بقى المصالحه مع الاخوان فكره اتكررت كتير، وليها اللي بيهاجمها طبعا واللي ضدها، لكن عندنا كان يعني الدستور وسياده النائب اسامه هيكل رئيس لجنه الثقافه والاعلام بالمجلس ليه رايه في مشكله كبيره بخصوص اللي هو الماده اللي في الدستور بتتكلم على العداله الانتقاليه، ونتصالح، هنتصالح مع مين غير مع الاخوان؟ فبيقول بناء على احنا لو عملنا كده الناس هتولع في البرلمان. شايف الكلام ده ازاي؟ وهخرج ازاي من الاشكاليه؟ ولا لا لازم اطلع القانون؟ مش حكايه قانون. المصالحه ده تعبير براق، ومين اللي يكره ان البلد ما تبقاش منقسمه وتبقى متصالحه؟ لانه في النهايه الاخوان مصريون. دول قرايبنا ومعارفنا وايا كان موقفهم. انما في وطن كلنا بننتمي اليه. هذا الوطن يقتضي مني ان انا الم الشمل. انت كررت كذا مره وبتتكلم حضرتك تقول اشقائنا. أيوة اشقائنا الاخوان. ايوه ما هو انا جايبهم من انا مستوردهم. لا هو جزء من التكوين المصري تاريخيا، حتى لو خرج على الطريق ده موضوع تاني. ايوه يقول لك بقى اتصالح بناء على ايه؟ الكره في ملعب الاخوان. هم عملوا يجي الاخوان يقولوا نعتذر عن كل جرائم العنف التي تمت من الاربعينيات والخمسينيات حتى الان. اثنين نقبل بتداول السلطه ودوران النخبه. ثلاثه الامه مصدر السلطات. اربعه نقبل ما حدث في 30 يونيو و 3 يوليو. وما عليهش حكم قضائي. مين اللي يقول بقى؟ ما هي دي النقطة بقى. ما هو أنت برضو ما يجيش يفرض عليا إن أنا أتحالف مع من يقتل كل يوم، واللي عايز يخنق شعبي ويخنق فقراء شعبي. ما هو اللي بيحصل ده ضغط ضغط، يزداد الضغط على الفقراء فيخرجوا إلى الشارع. هل ده منطق؟ مصر تتحمل هذا؟ أنا عايز أعتني بهؤلاء الفقراء. حكومة ومعارضة وإخوانا وأيا كان. طب الإخوان كفكرة ولا اللي ورا الإخوان تنظيمات ودول داعمة للإخوان؟ يعني وراهم وراهم دول طبعا. يعني دول يعني لازم تكون نقطة بداية من عندهم. عايز أقول لك حاجة، ولا عارف الإخوان مين دول اللي بيحرك عارف فينا؟ الإخوان دول كانوا قدروا يراعوا الطبقات الفقيرة في مصر ويرفعوا من شأن المجتمع المصري ويجيبوا فلوس زي ما كانوا بيقولوا. قبل ما يجوا كان مرسي بيقول هجيب 200 مليار دولار. لو جابوا خمس المبلغ ده حتى ما خرجت الجماهير، ولا كان ألف سيسي يقدر يخرجهم. أنا بقول لك على هوا، ولا الجيش. أردوغان بيحكم إزاي؟ ما هو قلب سلطان عثماني. أنت بتشيل أربع قضاة الدنيا تتهز، هو شال 2000 وشوية قاضي، والغرب عمال يعظم. مفيش حد اعترف. والروس بيحتفوا بيه، وكل الدنيا، ليه بقى؟ عشان شعبه رفع مستوى الدخل، هم دول اللي خرجوا له في الشارع. كان 3000 دولار وتدخلوا ل 9 على 10. شوفي إذا كان هناك نظام سياسي قادر على ارضاء حاجات الجماهير. عايز اقول لك انا حكم الاخوان بعد سنه سقط نتيجه فشل الاخوان. ما عرفوش يعملوا حاجه خالص. لا عندهم كوادر ولا عندهم رجال دوله ولا عارفين يعينوا محافظين، يعينوا محافظ في الاقصر عضو في الجماعه الاسلاميه.
عشان يشجع السياحه يعني. شوف المصيبه اللي هو عمله مذبحه الاقصر زمان، يجيب وزير ثقافه يرفض الوزاره كلها في نفس اليوم. ايوه مفيش كوادر، معدلات نمو مفيش، مفيش حاجه، ما قدرش يعمل حاجه. طب قول لي يا دكتور، ما دام حضرتك اتكلمت على تركيا واردوغان، اللي اردوغان بيعمله دلوقتي يعني ده بيوطد اركان حكمه اكتر ولا بيسرع بكتابه نهايته؟ لا هو بيختبر ملامح الاستبداد، وبتطل على ذهنه فكره الخلافه الاسلاميه بمعناها القديم اللي انتهى من بدايه القرن العشرين من زمان. وبيستعيد بيلوك بعض امجاد الدوله العثمانيه في شخصه، يعني هو اقرب الى فكره السلطان منه الى رئيس الجمهوريه. وماشيه معاه مرحليا، لكنه معرض لانقلاب في اي لحظه برضه، ومعرض للاغتيال، ومعرض لمشاكل كثيره جدا، لانه ما فيش حاله رضا عامه. انما هو معاه ميليشيات بتنزل الشوارع، وانا اظن ان جزء كبير منهم جدا كوادر ذات توجهات دينيه، في دوله قامت على العلمانيه، في قوات مسلحه مقهوره الان. شرف القوات المسلحة التركية ليس كما كان أبدا. هو استطاع أن يهبط هذا وأن يقهره في سنوات قليلة جدا، قليلة يعني 12-13 سنة اللي بيحكم فيها. فهي معاه دلوقتي، لكن ما تنسيش أنه دولة أطلنطي، أنه متعايش مع إسرائيل، أنه يفتح خنوات مختلفة مع نظم متضاربة، أنه دوره في الأزمة السورية دور مش نقي ولا نظيف. بس اختلف واللهجه اختلفت وتقاربه مع روسيا دلوقتي. يعني عمل وهنا اقول لك مصر لازم تبقى علاقتها ايه مع تركيا في ظل الاوضاع دي كلها. احنا المشكله بدأ من عندهم. ده كان هم نزل علينا تقول لك سامح شكري الريلي راح سلمهم رئاسه المؤتمر الاسلامي ومشي على طول. مشي على طول ليه؟ يوم ما كان رايح قال لك ياتي وزير خارجيه مصر، وهذه اول مره ياتي مسؤول مصري بعد الانقلاب الذي قاده المارشال عبد الفتاح السيسي. ما هي اللغه غير مشجعه. توصيف. ما مش مشكله، المشكله تبدا منهم وحد، وانا بينه وبين تركيا ايه؟ انما لهجه الخارجيه واداء الخارجيه يعني بخبر حضرتك الدبلوماسيه شايفها ازاي؟ في الرد على اردوغان وعلى الحكومه التركيه مؤخرا، في الرد على التقارير الاقتصاديه. اللي بيرد على فكره، اللي يرد ما تبقاش اشخاص ولا كلمات. اللي بيرد سياسات. احنا ماذا نستطيع ان نفعل معه؟ انا من دعاة فتح جسور الاتصال مع المنطقه. لا 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 معلش افهم، انه مش ببيان وكلام ان انا اعمل اعمل ايه؟ ان يبقى لك اتصالات غير معلنه مع الاتراك، المعارضه التركيه. هنضحك على بعض، واحنا عارفين الاجهزه بتشتغل ازاي. يفتح معاها بريك ثرو. يا جماعه مش كده، الاخوان انتوا فاهمين غلط، شعبيتهم ليست كما تتوهمون، خليكم في حالكم واحنا في حالنا ونتعاون. لا داعي للعداء. أنا ممكن أعمل إيه؟ الدولة تعمل كده بهذه الطريقة، لابد أن تتعامل. يعني لما راح وزير الخارجية العراق، ولما راح لبنان، ولما راح إسرائيل، هذا هو الرشد السياسي. لما راح إسرائيل هذه هي عودة الخيال. طبعًا لما راح إسرائيل أنا لازم تبقى علاقتي، بص عشان أجيب على الأرض، علاقتي بإيران وبتركيا وبإسرائيل، بالإضافة طبعًا للعلاقات العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ودول زي دول المغرب العربي، لابد أن أحافظ على هذه التوازنات. دولة زي الجزائر يجب أن نركز بشكل أو بآخر على علاقات أقوى معها في مواجهة أفريقيا. أنا كان ممكن أستند إلى زخم أفريقي في موضوع سد النهضة، ولما أتمكن من حشده سبتها علاقات فردية كده. بس زيارة وزير الخارجية لإسرائيل دي اللي عملت يعني قلق بشكل كبير. ايه القلق؟ أنا رايح ليه؟ بقدم فروض الولاء والطاعة؟ يعني كلمت ايه بالشكل ده؟ أنا بطلب وساطة إسرائيلية في سد النهضة. لا لا إيه الخارجية صحيح. طبعًا ردت وقالت الكلام ده مش مظبوط. أنا عايز أحرك المنطقة. الرئيس الدولة قال في أسيوط في مايو اللي فات إن إحنا عايزين السلام البارد يحتوي الفلسطينيين فيتحول إلى سلام دافئ. مين اللي يرفض هذا؟ المنطقة استنفذت في الصراعات، وعلى فكرة ما عادش فيه دلوقتي صراع عربي اسرائيلي قابل للحل. ايه الثمن؟ هنقدر؟ ايه اللي هيتقدم؟ اللي موجود دلوقتي عمليه اداره الصراع. اداره الصراع دي قد تطول الى احفاد احفاد احفادك ان شاء الله. انما انا استنزف في هذا ليه؟ ما انا احاول اثبت الاوضاع بشكل يرضي بحد ادنى كل الاطراف. مصر مطالبه باستعاده فكره الدور. مصالحه فلسطينيه فلسطينيه، مصالحه فلسطينيه اسرائيليه. ده اللي انا بقى اللي تسعى. هتقدر تقوم بالدور ده وهي مهمومه داخليا؟ هي أنا نقطة بقى خطيرة بيثيرها كل الناس، ودي غلطة سياسية بالدرجة الأولى. ده مفيش يخلي لك وزن وقيمة في المنطقة إلا فكرة الدور. وأنا بقول لك روح حرب في اليمن،
وضياع الاحتياطي الذهب وعميل ما الدنيا اتغيرت. لا، انما انا دوله محوريه ليا سي في كل حاجه. مين قال ان ايران المتحدث الوحيد عن الشرق الاوسط امام الولايات المتحده الامريكيه او الغرب او تركيا؟ ما انا دوله بنفس الحجم. انما يا دكتور، هل الفكره دي هي اللي ضيعتنا ايام النظام السابق، انه عندنا مشاكل ملفات فنقفل على نفسنا نصلح اللي عندنا الاول قبل ما ندور على دور نصلح اللي جوه ولا اللي بره ولا اللي بره؟ دورك الخارجي انتهى. فكره الدور طول عمرها لها عائد اقتصادي على مصر. عارفه لما يبان ان ليكي دور في المنطقه تيجي لك البنك الدولي يتحسن والصندوق النقد الدولي يتحسن والبريطانيين يبتدوا يراجعوا سياستهم والامريكان ما فيش حاجه توجعهم في العالم الا تحسين العلاقات مع اسرائيل، لانك بتتجاوزيه خلاص. لان علاقتك بيه بتمر بطرف ثالث دايما، توجعه جدا. مش بقول كلام وهمي، دي حقائق. وانا ليه 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 انا يعني انا اسرائيل دوله توسعيه عدوانيه عنصريه ملطخه ايديها بالدماء، انما اتس فاكت في المنطقه حقيقه. انت سمعت ان في طيار اسلامي ضرب في اسرائيل قنبله مؤخرا؟ داعش ضربت نبله؟ اذا لازم اشوف المسائل امهاتها فين، المشكله بتبتدي منين، اتعامل مع القوه دي. وانت ما شفتيش لما راح نتنياهو رئيس الجمهوريه وراح السفاره المصريه وخطب ما تتقالش في ميدان التحرير من جمالها، مصر ام الدنيا ومصر هي الركيزه الهامه. ولما راح سامح شكري الناس ما يقوليش ان ده دهاء ولا ما هي اسرائيل بتلعب ومزدوجة الشخصية. لكن عملوه كأنها معاملة رؤساء دول. إذا فده مطلوب، ده وزن مصر. أنا عايز أوري المنطقة إن أنا عندما أتحرك أستطيع أن أحرك المياه الراكدة فيها. تعرف ساعتها العرب يحترموك زيادة ويحبوك أكتر، والأوروبيين يبصوا لك بصة تانية، مش على إسرائيل بس، على فكرة فتح الجسور مع الآخرين. يعني مين اللي كان يخليني اقعد لغايه دلوقتي ليس لدي علاقه دبلوماسيه كامله إيران. مع ايران، وكان كل الخليج العربي عنده علاقات؟ اقول لك حساباتي مع الخليج. الخليج ده كان لكم علاقات كلها قبل حكايه الراجل النمر اللي قعد ده بتاع ده وتتقطع العلاقات الخارجيه. حتى دوله الامارات اللي فيها ثلاث جزر محتله من ايران كان لها علاقات دبلوماسيه كامله. انا عايز اقول ايه، ان فكره الاشتباك السياسي واقامه علاقات دبلوماسيه وفتح جسور اتصال لا تعني على الاطلاق ان انا بحب كل القوى دي، لا. وانا بضرب نموذج بقوله 100 مره، الهند وباكستان. انا كنت في الهند 4 سنين، لما يبقى في عمليات عسكريه الهند تقوي بعثتها في اسلام اباد وباكستان تقوي بعثتها في نيو دلهي. بالعكس، ده كل ما يبقى لي خصم او طرف هو اعتراف بالاهميه لكن مش باعتراف بالمحبه ولا الصداقه. ومين قالك ان العرب هيقدروا يحبوا اسرائيل دلوقتي؟ صعبه جدا. إنما شيء موجود لابد أن أتعامل معه. طب مصر إفريقيا وملف سد النهضة نرجع له مرة تانية لأهميته طبعا، وأثيوبيا كلام عن سدود جديدة وما إلى آخره، وإنه حتى هذه اللحظة إحنا مش عارفين الوضع إيه فنيا وسياسيا ومساومات ومؤامات وما إلى آخره. أحل المسألة دي في دور أو في ضوء غياب دور مصر في إفريقيا إزاي يا دكتور؟ وهل هطلب وساطه او اطلب وجود دول هي حاضره بتمويل او بعلاقات طيبه مع اثيوبيا او غيرها؟ اولا اعتذرت اللهجه الرسميه الاثيوبيه في الاسابيع الاخيره عندما تحركت مصر في المنطقه. لها عاملين، تزايد معدل التسليح المصري، مش معناه ان انا احارب في اثيوبيا في يوم من الايام ولا يجب ان احاربها ولن يحدث هذا، تمام. انما معروف ان انا قوي وايدي طويله خلاص، خصوصا في البحرية أقدر أتحرك في المنطقة. أدي واحد. اتنين، تحركي في المنطقة بفتح سكك بما فيها إسرائيل. خلاص، كل ده لابد أن يؤدي بالضرورة إلى إعادة الحسابات الإثيوبية. مصر مش دولة معزولة. أنا طالبت وأطالب وسوف أطالب أشقائي العرب اللي أنا منهم وهم مني في الخليج بمحاولة، مش الضغط لكن محاولة نصح إثيوبيا، ولهم استثمارات كبيرة هناك، بأنها لا تسعى إلى خنق مصر بموضوع المياه. خلاص السد اتبنى وهيتبني وانتهينا، إنما هذا السد لا يجب أن يكون فيه ضرر لمصر. أنا قضيتي مش تبني السد أو ما تبنيش، ما هو هيبني بيبني على معايا ويبني واحد تاني قصاد كينيا في الفرع في الرافد التاني. أنا حصتي في المياه لا تتأثر. أنا بلد كبير يحمل عبء 90 مليون بيتزايدوا، هتقول لي رشد المياه، هرشد، انما انا ليا حصه مقننه تاريخيا لا داعي للعبث بها.
ادي واحد، دي لازم اشقائي كانوا يساعدوني فيها. كويس؟ اثنين، لي علاقات افريقيه قويه. يعني دوله زي الجزائر معلوماتي الرسميه انها عرضت الوساطه في الموضوع. وكان يجب ادخالها كدوله عربيه افريقيه مسلمه. ولها دور كبير في منظمه الوحده الافريقيه. المغرب الان عادت الى منظمه الوحده الافريقيه. كان يجب ادخالها، ليه ده ما حصلش؟ قراءتك ايه يا فندم؟ ما اعرفش والله، يعني سمعت من مصدر جزائري رسمي انهم عرضوا الوساطه في موضوع سد النهضه. مش عارف، يمكن احنا حاسين انه ممكن نحلها. انما خصوصا انه اشقائنا في السودان، في شمال السودان، لم يكونوا على المستوى الذي توقعناه في موضوع سد النهضه، وبيزعلوا مني دايما، يزعلوا. فين فكره الدوله التوأم؟ فين العلاقات الوثيقه بين البلدين؟ والرئيس البشير جاي قريب، ارجو انه يفصح عن هذا. وبيقول السد مش هيضر مصر، انا عارف انه هيفيد السودان في حاجات خاصه باستصلاح الاراضي وتوريد الكهرباء ورخصها وكده، لكن تاثيره على تدفق مياه النهر على مصر خصوصا في سنوات ملء السد، هل هذا الامر امر مقبول؟ طب طولوا مده الملء، خلوها 7-8-10 سنين، يبقى المعدل ما ينزلش مره واحده بالنسبه لي. طيب، فكره الدوله التوأم وفكره اشقائنا العرب، ده يخلينا نتكلم، ومعلش ناجل الجزئيه دي بعد الفاصل، لكن نشير ليها، جامعه الدول العربيه، هذا المسمى اللي كان من المفترض ان هو يحمل الكثير من المعاني ويكون مترجم على الارض من خلال قرارات اجراءات نشوفها. مع التحديات اللي بتحصل وبتواجه المنطقه العربيه والارهاب وفكره التوحد او يكون في جهد عربي مشترك، قوه عربيه مشتركه، الفكره اللي كانت طبعا طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاي مدى احنا شايفين طبعا المساله معطله، ما فيش اي موقف، القمه او القمه الاخيره ما اصفرتش عن شيء الا البيانات، حضرتك عارفها طبعا يا دكتور مصطفى. بعد الفاصل نتكلم عن فكره العمل العربي المشترك، وهل ليه اي محل من الاعراب ولا لا، بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وبجد تحياتي لضيفنا دكتور مصطفى الفقي، مفكر السياسي الكبير اللي بنحاول طبعا ندخل في أكتر من منطقة ونستفيد من آرائه فيها. قبل الفاصل، جامعة الدول العربية هي فين؟ إيه دورها؟ العمل العربي المشترك؟ قوة العربية المشتركة، يعني كلمة المشترك ده موجودة، بس موجودة ورقة، يعني حبر على ورق غير مفعلة، ليه؟ شوف حضرتك يا ابني، المصريون يجب أن يكونوا آخر من ينتقد جامعة الدول العربية. ليه؟ لأنها أعطتهم ميزات بمعدل 1945 قد لا تتحقق الآن. أنها دولة المقر وغالبا دولة الأمين العام، باتفاق مصري سعودي في ذلك الوقت، الملك فاروق والملك عبد العزيز، والملك عبد العزيز هو اللي رشح عبد الرحمن عزام المصري، اول حط القاعده طيب ان يكون من مصر بلده. اثنين، انه جامعه الدول العربيه بتدي مصر برستيج، كيف انك يكفي انك بتستقبلي وزراء الخارجيه العرب على الاقل، على الاقل مرتين في السنه في مارس وسبتمبر، فضلا عن سياسات القمه. ثلاثه، عمر ما حد يقدر يلوم منظمه دوليه، لومي اعضاء المنظمه الدوليه. ما في محنه التنظيم الدولي في العالم كله، والأمم المتحدة برضه يقول لك تعبانة وعايزة إصلاح. المشكلة ما فيش إرادة دول تصلح. الخمسة بتوع الفيتو مكلبشين، مش عايزين يوسعوا مجلس الأمن ومش عايزين يعملوا أي حاجة تفيد. برضه الجامعة العربية، هل هناك إرادة عربية لتقوية الجامعة العربية؟ لا، لا توجد. وينزلوا على الأمين العام أيا كان، هو ذنبه إيه؟ الأمين العام ده منفذ لسياسات معينة، وأحيانا يشارك في التخطيط لرؤى قادمة، إنما لا يجب أن يلام طول النهار، مش ممكن، هذا العمل صعب جدا. فالجامعة العربية هي محصلة، العرب بيبصوا في المراية، هي دي صورته، خلاص ما نقدرش نعمل كده. جه عبد الناصر حركها شوية، ايام عبد الخالي باشا حسونة، وعمل القمة العربية الأولى في 64 وإلى آخره، ايام تحويل مجرم مياه النهر. يعني أنا مثلا كنت أتصور إن الدول العربية تبادر وتعمل قمة عربية عاجلة خاصة بالمياه العربية، بقضية المياه. بس يا دكتور، هو في تحدي اكبر من تحدي الارهاب واللي بيحصل في ليبيا وسوريا واليمن يعني انت شفتي الحضور في موريتانيا كان شكله ايه؟ كان حضور محدود، وهم اخترعوا عباره تاريخيه انا مش ناسيها في ال 20-30 سنه الاخيره، يقول لك القمه بمن حضر. يعني ايه بمن حضر؟
بص تلاقي الممثلين لها يا سفراء يا حد وزاره خارجيه يبقى شيء كويس. انما انا عايز اقول ان في هنا في مشكله حقيقيه، انه انت ما عندكش فكره الاراده لدعم هذه المنظمه وتديها صلاحيات اكتر. يا سيدي وجهها للمسائل الاقتصاديه والثقافيه، انا ما عنديش مانع. انا دعيت الى قمه ثقافيه عربيه من سنوات 2006 واخذت قمه الجزائر بهذا الراي ودعت بعدنا الى قمه ثقافيه عربيه، ما رضوش يعملوها. مشكله كبيره جدا في العالم العربي المشكله الثقافيه، الارهاب قضيه ثقافيه، الاختلاف المذهبي والفكري قضيه ثقافيه، العولمه على مستوى العالم قضيه ثقافيه، صراع الحضارات قضيه ثقافيه. مش قادرين ندرك العامل الثقافي واهميته في العلاقات الدوليه المعاصره. هاي الجامعه العربيه تعمل كده. موضوع المياه دعا الامير خالد بن سلطان اللي هو الرئيس الفخري للمجلس العربي للمياه هنا من كام شهر الى ضروره عقد قمه لبحث مشكلات المياه. عندك مشكلات المياه في النيل وفي الفرات والاتراك بيلعبوا هناك كل دول، والميه هي الحياه، المياه هي الحياه. يعني لو دوله زي اثيوبيا تلاقي الدول العربيه احتشدت وبتتكلم في موضوع المياه هتفكر بطريقه مختلفه. وانا ضد العداء مع اثيوبيا واوافق الرئيس السيسي 200% يوم ما راح قدام البرلمان الاثيوبي وقال امامنا طريقان، العداء او التعاون او العداء، وقد اخترنا طريق التعاون. الاسلوب الثاني ده ما ينفعش دلوقتي خلاص. مفيش حد هيروح يضرب حد ويعمل انتهى. محدش هيسمح لك بهذا. دعا السادات لما ضرب ليبيا وكان ده احد الاحلام الامريكيه، كارتر اللي وقفه عند حد معين. ده كلام كله اللي بتسمعيه ده، انما عند حد معين محدش يسمح لحد انه يبان قوي في منطقته. كل شيء وله ليميتس، لازم ندرك هذا. طيب ملفات شائكه، انا عايز افكرك اوباما ما راح السنه اللي فاتت نيروبي واديس اباب وقال ان امن المنطقه مضمون بالولايات المتحده الامريكيه. انا لسه كنت هتكلم في الجزئيه دي، كانت رساله انه سوريا وليبيا واليمن ويقول لك دول عربيه برضو يعني مشتبكه مع هذه الملفات بوجهه نظر او بتصرفات على عكس دول تانية، يعني ما فيش تطابق في وجهات النظر العربيه تجاه حلول في ملفات بعينها. والاعتماد على فكره التدخل الدولي او الحمايه الدوليه او ان امريكا زي ما حضرتك بتقول دلوقتي هي الحاميه لامن المنطقه، وسبب طبعا بالعكس بعد الاتفاق الروسي النووي وما الى اخره. طيب ارجع لفكره القوى العربيه المشتركه، هل اللي مانع انه أكتر من دولة عندها رؤية في اتجاه كل ملف يتحل بالشكل المعين، أو إن أنا أكون حاضرة لتعقيده أو إنه يعني أنا كتبت مقال واضح في هذا في الحياة اللندنية، قلت إنه فكرة الرأي العام العربي المشترك مش بالضرورة يكون جماعي والتحالفات ما تبقاش 100%. طيب يعني أنا والسعودية حلفاء وأشقاء بس مختلفين، إنما في سوريا وجهة نظرنا في سوريا فيها تغيير طفيف. وجهه نظرنا تجاه العراق في تغيير طفيف. طب واليمن؟ وجهه نظرنا تجاه ايران تغيير. في اليمن برضو انا مش بنفس الحده لان انا مش دوله جوار. هو مضرور مباشر من تغيير النظام هناك، عنده قلق شديد من وجود ايران على حدوده الجنوبيه. وامريكا غيرت من لهجتها مع السعوديه، تشعر بالقلق تجاه الضربات اللي بتحصل في اليمن. ما كل واحد بيفكر تفكير مرحلي. يعني مثلا نحن والخليج العربي لنا علاقات كويسه مع الروس لكن بدرجات متفاوته. يعني لم تعد التحالفات حديه ان ابقى انا وانت متطابقين 100%، مش مظبوط. ولم يعد بالضروره ان يكون الكل على كلمه واحده. في شيدز، درجات، انا معاك في دي مختلف عنك في دي. دي قضايا مهمه. هل يخالجك شك ان اسطوره داعش خلقتها الولايات المتحده الامريكيه والغرب بدعم تركي واموال عربيه دون ان يشعروا؟ من الذي صنعهم؟ ده سؤال. ده غفله كده. بصينا لقينا بيتكلموا عن تنظيم اسمه داعش عن بتاع سوريا والعراق فجأة في شهور قليلة، وأصبحت له قوة متنامية وفي خلايا نايمة في أوروبا بتشتغل، وده قاعد في ليبيا وقاعد عندي في سيناء وقاعد في سوريا طبعا وفي العراق وفي أجزاء من لبنان وعلى حدود الأردن وعايز يخش الجزيرة العربية. ده البديل اللي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية لتخويف القوى في المنطقة وفي مقدمتها السعودية. بيقولوا أنا عندي الدولة الإسلامية البديلة. بيخوفنا كلنا. ده يعني تفكير جهنمي غربي. ضرب الإسلام باسم الإسلام. تشويه الإسلام باسم الإسلام. تخويف المسلمين والعرب
من المسلمين والعرب. طب فمن مصلحته يفضل في شوكه في ظهر العرب وظهر المنطقه، يبقى طبعًا لازم انا كمنطقه ان انا اتحرك انا كمان. فكره القوى العربيه المشتركه لا محل ليها من الاعراب ما دام ما فيش تطابق في وجهات النظر او ما عندناش حلول مشتركه. اللي بيروح لاشقائنا يقول له نعم مين اللي هيحميك؟ ونبي ما هيحميك غير انا. ما هي واشنطن بتاعت في الاخر بتاعتكم يا جماعه. سيبك من الناس دي كلها، اي قوه عربيه مشتركه؟ ومش هتسمح بوجود وهي مصر تقاعست في فكره القوى العربيه المشتركه. انا معلوماتي من بره ما لهاش علاقه باي جهه في الدوله. ان الفريق محمود حجازي اللي كان رئيس وفدنا في المفاوضات هناك قاعد وقدامه الملفات مفتوحه وشاف بقى التسويف والمط ومش عايزين وقلقانين. قال لهم انا عايز اقول حاجه، طلب كده كلمه. مصر هي اخر دوله تستفيد من القوى العربيه المشتركه لانها عندها قوتها الذاتيه. اخر دوله. مع دول اخرى، خلاص؟ تمام. ولكن انا احرص دوله على وجود هذه القوة. خلاص؟ انتهى التصريح. قفل الملف. هو ده راي مصر. هي مصر لا بتفرض على حد حاجة، لكن قالوا قوة عربية قلنا معاكم، قالوا قوة إسلامية قلنا معاكم، قوة ضد الإرهاب معاكم. بس الدول الكبرى مش هتسمح بوجود القوة دي. لا لن تسمح، هم يرفضوا فكرة تنامي قوة عربية وعندهم قواعد عسكرية وعايز يصور للدول العربية المهددة أنه هو الحامي. الحق إيران هتأذيك، أنا اللي هحميك. الحق ما يقولش إسرائيل أبدا، هي الحماية من كل شيء إلا من إسرائيل، لأنه في ذهنه مش خطر. الخطر خطر آخر إسلامي على المسلمين. العملية معقدة مش سهلة، عايزة دراسات واسعة وشبكة علاقات قوية تفرز الصح من الغلط في الموضوع كله. طيب مصر دوليا قادرة تسوق نفسها، قادرة أنها تكون حاضرة في محافل دولية، قادرة أنها تدافع عن هجوم بيحصل على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي؟ يعني أنا بوضح موقفي ولا خلاص أنا المسألة بالنسبة لي أنا عارف أن الكلام ده مغرض فقلت أو ما قلتش مش هتفرق كتير؟ لا بوضح، بس بشوف ساعات أن في حملات ممنهجة زي الثلاث مقالات بتوع الإيكونومست، منهم اثنين علينا والثالث عن العرب والمقدمة علينا. مقدمة المحلية. أيوه. يعني واضح ان في محاولة تشويه، ضرب في الوضع في مصر لإسقاطه. مش عايزين هذا النظام بهذه التوجهات يصدر من هذه المنطقة في العالم، لأن إشعاعه على المنطقة كبير. مصر هي صانعة الرأي العام في الإقليم كله، فلازم تكممها شوية، ما يصحش انها تمضي في هذا. ومع ذلك انت مش معزولة. معزولة ازاي؟ الرئيس راح أمريكا مرتين ولو للأمم المتحدة، ماشي، وقابل مرة أوباما، ودخلنا مجلس الامن عضويه غير دائمه ب 179 صوت، ريكورد، رقم عالي جدا نسبيا. فمصر هي مصر في النهايه. انا عايز اقول لك مصر دي رغم كل ظروفها لها قيمه. يعني لما راح سامح شكري استقبله كل اطياف السياسه اللبنانيه، من ميشيل عون لنبيه بري لسمير جعجع لتمام سلام، كل القوى الموجوده بتوع 8 مارس و14 مارس أزار. مصر هي مصر. اتكلمت على الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي عامة، واللي حصل حتى كمان في أزمة ريجيني. أنا فين في أوروبا؟ خدي بالك إن جزء منها حرب اقتصادية. يعني كان في موضوع الغاز وكان الشركة الإيطالية هي اللي هتاخد موضوع الغاز، خلاص؟ يعني هي صدفة إنه يطلع جثمان ريجيني متكسر ومرمي على قارعة الطريق في طريق مصر اسكندرية قريب من محطة الرسوم، اليوم اللي فيه الوفد الإيطالي جاي بيوقع مجموعة اتفاقيات وعندك وفد فيه 70-80 من رجال الأعمال. مش في منطق يا جماعة. من المستفيد من قتل الجيني؟ استخبارات دولة أجنبية بالتأكيد. إنما احنا طيبين قعدنا ندافع دفاع يشبهنا من كثرة الدفوع الساذجة اللي عملناها في الموضوع ده، أصبحنا متهمين. في حد يقول كان في عصابة من خمسة وبتقتل الأجانب بس الشهاده لله ماتوا الخمسه. يا ما اللي بره هيقول لك لا انت بتدافع ليه؟ ما انا مش عارف مين اللي قتله. طيب. بحاول، تعالوا شوف بريطانيا يا دكتور، رئيس وزراء بريطانيا وتصريحها الاخير. بريطانيا دي علامه استفهام. 90% من مشكلات العالم خصوصا الجنوب كله بريتش ميد، صناعه بريطانيه. جنوب السودان وشماله، القضيه الفلسطينيه، مشكله كشمير، كل الحاجة دي هم في كل حتة أذكى سياسي العالم. والولايات المتحدة الأمريكية هي تابع من الناحية الفكرية والسياسية للدولة الأم اللي هي بريطانيا. الباور في أمريكا، إنما العقل في لندن. لندن دولة مش هينة، ودولة تعرف إزاي تجد طريقها في أي وقت.
وطبعا هم دلوقتي تورطوا في حكايه الاستفتاء اللي طلعهم من اوروبا، وهم شايفين ان دي لها مزايا، لانه يقول لك مين قال لك ان دافع الضرائب البريطانيه يدفع دعم للمواطن اليوناني اللي قاعد على القهوه؟ لا مش هعمل كده. وعدى الاستفتاء وهيخرجوا خلاص. طب وعلاقتنا معاها؟ علاقتنا معاها ما يعني ما كانش فيها ود من جانبه. حد يخلي رئيس دوله جاي له هناك ويقول في الطيران مع دولته وهو لسه لم يغادر الارض البريطانيه؟ اني كيرتزي، اني 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 يعني اني مشاعر. بس هي واضحه انها سياسه دوله بغض النظر عن مين رئيس الوزراء في الوقت ده. لا ما هيش دعوه رئيس الوزراء. لان هي بريطانية. حتى هذه اللحظه هي سياسه بريطانيه. في موضوع الاخوان لعبوا به لما شبعوا. وفي كلام على ان هم بيفكروا يديهم حق اللجوء السياسي. ويديهم حق اللجوء السياسي وبيقبلهم وبيتفاوض معاهم وبيفكر معاهم. طيب الولايات المتحده الامريكيه والانتخابات طبعا مارس ده مش فاضيلك دلوقتي. خلاص هو مش فاضيلك. لا اوباما فاضيلك ولا فاضل حد، والانتخابات هم مشغولين بيها. ومش انت بس، اهتمامهم بمنطقه الشرق الاوسط مش زي الاول، هيقل خلاص. هو حط في الشرق الاوسط مصيبه اسمها داعش. تستهلكه 10 سنين جايه، كويس؟ يكون وفاء، لكن مين قال ان هو يروح يحارب في افغانستان ويحارب في العراق وجنوده يرجعوا في صناديق؟ أيوة هم مش مهتمين دلوقتي، بس انا لازم اهتم بمين اللي ممكن يعني يقعد في مقعد الرئاسه الامريكيه، مين اللي جاي؟ لان هيلاري كلينتون قال لك ما هي اللي عملت اللي حصل في مصر اللي ولا ترامب وعنصريته؟ هي القرشانه اللي جايه، ترامب اصله بيخرف. يعني قد يكون له بعض التوجهات ترضي بعض الامريكان. معلش لكن عائدها صعب. الافضل لينا ايه؟ ولا تنزل يعني اصل برضه الناس بتفرح بترامب، بس دي نظره قصيره. قد يكون كويس مع المصريين بس هيقلب على المنطقه كلها بعد شويه. ده راجل يو كانت بريدكت، لا تستطيع ان تتوقعي ما سوف يفعله. يعني ممكن تجيب القذافي رئيس الولايات المتحده الامريكيه؟ صعبه. هيعمل حاجات غريبه جدا. مش مضمونه. ودي دوله كبيره وتاثيرها في السياسه العالميه تاثير ضخم، فهم مش هيفرملوها. وبداوا على طول يجبهوا ضده دلوقتي. الجبهه بدات تكتمل. حتى من جانب الجمهوريين بتوعه. قال لك لا 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 ما ينفعش الكلام ده. طب وهيلاري هتكمل حاوله تبداه في مصر؟ هيلاري حظها من السماء ان ده المرشح وسطها. دي هديه الهيه كانها ملعوبه. لو كان اي منافس ثاني ما كانتش وصلت للرئاسه. لان هي فيها عوار كثير شخصي وسياسي. انما خلاص هي المتاح. والامريكان زي ما جابوا مره رئيس افريقي امريكا افريقيا عايزين يجيبوا اول المره دي يجيبوا اول سيده. لكن سياستها في دعم ما يسمى او هم شايفينه التيار الاسلامي المعتدل وتصعيده والكلام ده، تفضل برضو نفس الفكره بنفس التصرفات تجاه مصر الى حد كبير جدا. هي ما نظرتها ما لم تكن وديه ابدا تجاه الاوضاع في مصر، نظرتها كان فيها قدر كبير جدا من التعاطف مع الاخوان المسلمين. ده بيقال انها قعدت مع مرسي في مقر رئاسه الجمهوريه عده ساعات لغايه ما مضت البيان الاتفاق لايقاف الاعمال العدائيه من حركه حماس تجاه اسرائيل. ودي سبه في جبين الاخوان يجب ان يتذكروها. مبارك رفض يعملها تماما. اللي هي تحويل فكره الكفاح المسلح وتجميده بدعوى انه عمل عدائي. اين هم بقى من الدفاع عن المقدسات؟ يعني في حاجات كثيره كده تتقال هي كانت داعمه له. ايه المطلوب من مصر في حال وصول هيلاري او بشكل عام في تعاملها مع الولايات المتحده؟ خلاص الولايات المتحده الامريكيه لن تتخذ مواقف اكثر برودا وفتورا منها الان، لكن احنا محافظين على شعاره معاويه. بنقول انها قوه استراتيجيه كبرى في العالم، علاقتي بها يجب ان تكون علاقات طيبه. اعتقد العلاقات بين وزارتي الدفاع علاقات سليمه لم تهتز، ويرجع الفضل في هذا الى عبد الفتاح السيسي منذ كان وزيرا انه حافظ على هذا الخط. ولذلك على فكره وزارة الدفاع الأمريكية يمكن هي أحد القوى المناصرة للوضع في مصر. خلاص؟ صحيح. إنما في قوة أخرى، مجلس الأمن القومي لا مش معانا، البيت الأبيض منقسم والجزء اللي ضدنا فيه أوباما، الكونجرس فيه ناس كثيرة جدا أصوات ضد مصر تماما. بخصوص الأصوات اللي ضد مصر، البنتاغون اليدوب هو والحسابات الدولية دكتور مصطفى، ترشيح سيادة السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، طبيعة بقى الحسابات واللي بيحصل تحت الترابيزة ودور القاهرة أو حتى يعني التنسيق مع المجموعة العربية وما إلى آخره، يعني في حاجة زي كده إيه اللي بيحصل؟ شوفي أنت من حقك حقيقي لما نفكر في التعبير الثقافي عن المنطقة والتعليمي دوري على الولد بلد الدولة التي ثقفت وعلمت وأنارت وهي مصر.
فأن يؤول المنصب إلى مصري أو مصرية هذا أمر طبيعي للغاية ويأتي متأخرا. مصر رشحت السفيرة مشيرة خطاب ونرجو لها التوفيق وندعمها جميعا. هناك مرشحين آخرون، يعني في مرشح قطري كويس ولكن دولته لا تعبر عن التيار الثقافي التاريخي في المنطقة. ده هانديكاب له، الشخص كويس تعلم وكل حاجة، لكن المجتمع الدولي لن يتحمل كثيرا فكرة أنه يجي مدير عام وكالة دولة الطاقة الذرية من دولة ليس لها إسهام ثقافي وحضاري كبير في المنطقة. في مرشحين تانيين، يعني غسان سلامة كان ممكن يبقى مرشح قوي جدا من لبنان، لكن نتيجة الصراعات السياسية بين 8 آذار و 14 مش هيترشح. ففرصة مشيرة تبقى هنا قوية، خصوصا ومعلوماتي وأرجو أنها تكون معلومات صحيحة أن الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لها، وعندما تدعم أمريكا تبقى فرنسا فقط. فرنسا هي لو ادت بليسنجز لمشيرة تقدر تبركلها. لكن فكره انه الاول بس يعني اتوحد ورا مرشح عربي، يعني ما فتتش الاصوات دلوقتي. انا خلاص انا مرشح افريقي، مشيرة خطاب هي مرشحة القارة الافريقية لهذا المنصب. طيب انما العالم العربي مش هيتفق على مرشح واحد، وهو دايما يستحيل. وقبل كده ضيعنا اسماعيل سراج الدين في التنافس مع المرحوم الوزير غازي القصيبي. خلاص في مشكله في العالم العربي لا نلتقي على شخص فنخسرها كلنا. وبعدين عايز اقول لك ان التصويت سري بالذات في القانون الاساسي لليونسكو، فده يسمح انك ما تعرفيش مين ادى ايه. المندوب هناك هو اللي بيتحكم في الموضوع الى حد كبير جدا، طبعا دولته بتقرر له يعمل ايه بيعمل له عايزه. طب الدوله المصريه بتتحرك ازاي؟ يعني في اي اتجاه؟ يعني سامعين ان في اجتماعات مكثفه بتحصل في مجلس الوزراء، مجموعات عمل علشان دعم المشير. ايوه وانا شخصيا عضو مع زاهي حواس ومع اسماعيل سراج الدين ومجموعه من المثقفين. بتعملوا ايه بقى؟ مشير. بتعملوا ايه يعني كلام؟ لا احنا نخاطب المثقفين، هي دي برضه في مشكله. لا كلام نظري. هو انت حطيت ايدك على نقطه معينه. احنا ساعات بيتهيأ لنا ان الترويج المحلي هو الطريق الى المناصب الدوليه. صفر المونديال كانت مشكلته كده، طول النهار عاملين مؤتمرات واجتماعات وتيشيرتات وملابس ومصر الفرعونيه والحضاره. قول زي ما انت عايز تقول جوه، انت بتخاطب سكانك. لا الموضوع عايز اتصالات غير معلنه، واظن هي بتعمل كده. ويتصلوا بقوة أخرى في العالم، عايزة اتصالات تقنع الجانب الفرنسي دولة المقر بأن مشيرة تعتبر فرانكوفون، بتكلم فرنساوي برضو. سمعتها. يعني في حاجات كتيرة لازم، أهم من أن أنا أعمل دعاية في الداخل. لا بأس أن الدعاية في الداخل دي تبقى مقدمة للانطلاق الخارج، لا بأس مطلوب، لكن لها لا نقف عند هذا الحد. طب ما تقول زي ما أنت عايز تقول جوه، ما اي دوله هتقول مرشحتي احسن. هو الدور ده هيقول لك الخارجيه، الهيئه العامه للاستعلامات، الاعلام الرسمي، يعني الدور او المسؤوليه موزعه يا دكتور. فبتتكلم على جهه انا مش قادره احط ايدي عليها. بصي مفيش حاجه تقدر تهم العالم كله، دي نظريه وقالها لي المرحوم بطرس غالي في الوظائف الدوليه. اتفضل. غير المرشح نفسه يطلع يتكلم في منابر دوليه مختلفه. بطرس كان عنده 69 سنه واعتبر كبير نسبيا. سنه 92 لما كان مترشح على سنة 92 لما خد المنصب 91 او 92 انا متلخبط. اياميها كان 92 سنة، خد بعضه وراح الهند وراح اليابان وراح الصين. الانجليزي قالوا سنك كبير وكان جات لك ازمة قلبية قبل كده، سبح في المية وخلاهم يكشفوا على قلبه. هو كده يعني. ايام فاروق حسني اياميها كان يقول لي، كان قاعد معاه في جلسة عايزه يتكلم. الناس يريدون ان يستمعوا الى المرشح الشخص نفسه. الشخص نفسه بغض النظر رؤاه افكاره قدرته على توصيل مفاهيمه لغته. احنا مش واخدين بالنا من الحكايه دي قوي، معتبرين انا ممكن اقعد في القاهره وادير معركه في الخارج. لا ما حدش هيعمل لك كده. لازم مشيره تروح واشنطن، لازم مشيره تروح باريس، لازم تروح العواصم. هي مش كل العواصم لها اصوات، الكام دوله دي الموجوده تروح لهم تفوت عليهم، ولازم تروح تزور الهيد كوارترز. يعني انا قد اكون مدعو مثلا في تأبين اليونسكو، هيعمل تأبين لبطرس غالي اظن 16 17 اكتوبر. يجب ان يكون حضور مشيره فيه قوي، واظن بوكوفا ما هيش ضدها. لكن طبعا حاجه من المشكلات اللي عندنا، الامم المتحده بترحب دايما بالفيميلز بالسيدات، لكن لسوء حظنا ان في سيده كانت موجوده قبل كده. لكن طبعا دي ما هياش قيد، لكنها بتعدمنا الميزه ان فكره ان تبقى سيده مرشحه.
الوحيده. اه ولبنان ما قديم مرشحه غير معروفه برضه، لكن دي مش مهمه. لكن احنا عندنا مرشحه كانت وزيره سابقه وسفيره مرموقه وكان لها علاقات قويه براجل زي مانديلا في يوم من الايام. طيب نرجو انه يتحقق الفوز ويبقى لمصر في النهايه بالتاكيد. معركه ثانيه سياسيه وقضائيه يا دكتور، تيران وصنافير، ولسه اول امبارح بنتكلم الحكم او طعن قدام هيئه قضايا الدوله، وبرده البرلمان احنا منتظرين الاتفاقيه تروح وما الى اخره، هيكون الوضع ايه في حاله حكم مع او ضد. والربط حتى بدا علاقه ما بين مصر والخليج او تحديدا المملكه العربيه السعوديه دلوقتي. الدعم ما زال موجود، تراجع، بقى عندها أزمة اقتصادية. طيب في تمن، في إيه اللي حصل في الملف ده تحديدا؟ يعني شايف المسألة تنتهي بأي شكل وهتكون مع أو ضد النظام؟ شوف أنا كنت أتمنى إن احنا كنا مع أشقائنا السعوديين نقول لهم أيوة الدفوع الخاصة بسعودية الجزيرة واضحة. يقول لي أولم تؤمن؟ يقول له بلى ولكن ليطمئن قلبي. دعونا نجيب قرار دولي في هذا الموضوع، قرار دولي حتى يرضى المجتمع المصري. المجتمع المصري زي أي مجتمع في العالم، فكرة تسليم قطعة تصور أو توهم أنها من أرضه تعمل مشكلة. كنت هتروح التحكيم الدولي هيحكم فيها بالتأكيد للسعودية، خلاص يبقى أنا بطبق قرار دولي. إنما الآن تصوروا أن السعودية ضغطت علينا بمعوناتها عشان تاخد جزيرتين، وهذا غير صحيح. عبد الفتاح السيسي لا يقدم أرض مصرية للغير إلا إذا كانت حق هذا الغير. وبرضو فكرة ابتلاع حقوق الآخرين مشينا على المستوى الدولي. فأنت قعدنا نقلب في صنافير وتيران دي من جميع الأوجه. لا بس فكرة تحكيم الدولة دي مش تبقى يعني فيها حرج، يعني اللي هو بين الأشقاء ورحيل التحكيم الدولي. حرج ليه؟ ما حصلت قطر والبحرين. اشمعنى يعني؟ لا مش عيب ولا حاجة خالص، ده بالعكس أنا بقدم القضية للمجتمع الدولي. طيب الطرح التاني بقى أعمل استفتاء. لا استفتاء ازاي؟ بقول لك الدستور بيقول كده ودي حاجه تخص يعني السياده استفتاء ازاي ده؟ يعني في تفسير قانوني ده نزاع بين دولتين زي ما تحكم المحكمه هنا او مجلس الدوله. طب ما نعمل محكمه في الرياض واطلع حكم انها سعوديه. دي قضيه خلافيه مش في الداخل عشان اعمل استفتاء. لا تفسير النص في مساله انه ده تنازل، لا ده عمل من اعمال السياده، ده ما فيش ده موضوع تحله المحكمه الدستوريه العليا. ما هوش شغله استفتاء ولا حاجه. ما اظنش ان في استفتاء لازم، ولا المنطق يقول ان في استفتاء. في جزيرتين خضعتا للحيازه المصريه لعده عقود لاسباب سياسيه. ولم تمارس السعوديه عليها نشاط اقتصادي ولا وجود سكاني، لا في سعودي ولا في مصري عليها. دي جزر صخريه تعبانه بتاعت غطس وكلام من ده. دعينا يعني نستثمر المنطقه والمياه الاقليميه في الناحيتين عند تقسيم الحدود. انما نحل الموضوع بطريقه اكثر وديه. ما تجرحش السياسة المصرية السعودية، وأنا شايف إن في تعقل سعودي كامل لا يفتحون الموضوع إعلامياً. إحنا اللي عمالين طول النهار كالمعتاد. لكن فكرة التحكيم الدولي دي اللي تقفل الملف كان يعني من الأول، دلوقتي ما أعرفش هتوديها إزاي التحكيم الدولي. ده جرى التوقيع، اتفاق مبدئي. بس الحكومة. مش هيتم التصديق أو التسليم يعني بالمسألة إلا بعد ما البرلمان يقول كلمته. طب ما تعدي البرلمان، لو البرلمان صدق عليها انتهى. خلاص احتكم البرلمان، مش ده تمثيل الشعب المصري؟ ولا رفضها؟ تبقى رفضت. في الحاله دي بقى التحكيم الدولي يبقى مبرر جدا. هناك قضيه خلافيه في الحاله دي بين مش الدولتين بقى، بين الشعبين، روح المحكمه. اقول لك ساعتها لو اترفضت هترفع الحرج عن الحكومه او عن الدوله يعني. خلاص يعني خلاص والله انا عملت اللي عليا وانا بديك حقك اللي انا حاسس. جبنا ناس، ده في راجل اللي هو ابراهيم محمود يعتبر زي والدي بالظبط، ابو السفير محمد عاصم. عنده 97 سنه. قال لك انا اللي رحت الجزيرتين دول سنه كام؟ مش عارف 49 ولا 48، ومن القوات البحريه جبنا ايه وتغيير، وجا جواب الملك عبد العزيز وقلنا لهم. والراجل كان وزير الدفاع ده بتاعنا، كان وزير الحربيه، اخر وزير حربيه بعد كده اللي اتجوز الاميره فوزيه، رفع الامر الى الملك، والملك خاطب الملك عبد العزيز، والملك عبد العزيز قال طبعا تظل مع اشقائنا المصريين لحمايته. انما هتقولي لي كانت جزء من الخريطه المصريه، المنطقه كلها كانت جزء من الخريطه المصريه. اصل ساعات واحد يقول لك اصل الخرايط مش، قلت له ده مملكه الحجاز كان معظمها ضمن الدوله المصريه. اماره الحجاز لا، في حدود معينه وفي دراسات، وكنت بقرا الجمعيه الجغرافيه المصريه الدكتور سيد الحسيني عاملين دراسه رائعه وقويه جدا وبالوثائق
وكل الوثائق المطلوبه، بتدفع بشكل قاطع من الجمعيه الجغرافيه المصريه اللي فيها اعرق الناس واهمهم وبكل الدراسات انها سعوديه. طيب اخيرا ما دام اتكلمنا على البرلمان وهيعمل ايه مع الاتفاقيه، البرلمان بشكل عام هيعمل ايه في مشاكل البلد؟ يعني يقول لك ده ماشي مع الحكومه، لا هيواجه الحكومه، وهل المطلوب مواجهه الحكومه ولا تصويب يعني قراراتها، ويعني يكون موجود في المشهد لكن مش المعارضه لاجل المعارضه عشان عايزين المركب تمشي. الفكره البدايه غير مريحه، لما رفضوا قانون الخدمه المدنيه بدا ان هذا المجلس يريد ان يمالئ الشعب على حساب مصلحه الشعب على المدى الطويل. انت عندك نظام اداري متراحل لابد من اجراء جراحه علاجيه له، وترفض المشروع وتعدل والى اخره. زي ما المجلس يجب ان يضع في اعتباره انه مجلس قرارات صعبه، يدعم الحكومه فيما يرى ان فيه صالحا لمستقبل هذا الوطن، تمام، حتى ولو ادى الى اهتزاز صورته في دائرته الانتخابيه. الاولى هو الوطن في هذه المرحله مش الشعبيه، ويقتدي بالرئيس في ذلك. المساله فيري بينفول، مؤلمه، وتحتاج إلى قرارات مؤلمة. دكتور مصطفى الفقي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك وعلى وقتك. وأنا بشكرك على أسئلتك الذكية. ربنا يخلي حضرتك. حاولنا بقدر الإمكان يعني ندخل في ملفات كتيرة. احنا طولنا كمان قوي. احنا ما بنشبعش من حضرتك يا دكتور ولا من وجودك وآرائك معانا. شكرا جزيلا يا دكتور، ودايما تشرفنا في الحياة اليوم. شكرا لحضرتك. شكرا. أشكركم على المتابعة، وبكرة يوم جديد من الحياة اليوم. أشوف حضراتكم على كل خير بإذن الله تعالى.